يعطيكم العافية، معكم حاتم من كيو اي كارت. فيديو اليوم بدي احكي لكم كمان عن شغلة راح تريحكم كثير بالتستينج. هلا احنا شفنا انه لما نيجي بدنا نعرف كروم درايفر او ويب درايفر من نوع كروم، لازم نكون احنا منزلين الكروم درايفر على اللابتوب بتاعنا، ونعمل اشي اسمه system.setproperties ونحط الويب درايفر دوت كروم دوت درايفر، ونحط الباث تاع الكروم درايفر تاعنا دوت اي اكس اي. بس هلا صار في شغله كثير حلوه نقدر نستخدمها، اللي هي بدنا ننزل اشي اسمه الويب درايفر مانجر. في اشي اسمه ويب درايفر مانجر، لما نيجي نعمل سيرش على اشي اسمه الويب درايفر مانجر، اسهل طريقة انكم تنزلوها حطوا اشي اسمه مايفن زي هيك، ويب درايفر مانجر مايفن، بفتح لك اول موقع اللي هو هاي الويب درايفر مانجر. نختار نشوف شو اكثر ناس مستخدمين، يعني هذا بيستخدمه 22، هذا 10، بنقدر نستخدم اي واحد. هذا ال10 منيح، بتقدر تكبس عليه. في اشي اسمه جار زي هون، لما تكبس عليه بينزل لك بحكي لك انك تخليه. هذا الجار فايل ويب درايفر مانجر. فلما نيجي على البروجكت تاعنا، تعلمنا كمان كيف انه احنا نعمل، نيجي على البيلت باث ونعمل كونفيجر بيلت باث، ونيجي على اللايبراريز هون ونكبس اد اكسترنال جار، وندور على الجار تاعنا ونضيفه. فانا ضفته، فانتوا سووا هاي كل هاي الحركه وضيفوا اشي اسمه الويب درايفر مانجر اللي نزلناه. ايوه ويب درايفر مانجر 3.0.0. لما تنزلوا ساعتها بهاي الحالة فيش داعي انه ننزل الكروم درايفر او الفايرفوكس درايفر، او لو بدنا نعمل تيست على 3 انواع براوزرز مش معناه انه لازم ننزل كل الدرايفر تاعونهم. بس ببساطة نكتب ويب درايفر مانجر، لما نيجي نكبس دوت نشوف في اوبشنز، في اشي اسمه كروم درايفر، في الادج درايفر، في الفايرفوكس درايفر، في الاي اي درايفر، انترنت اكسبلورر، في الاوبرا، في هذا الاشي راح اشرح لكم اياه بعدين. بس نقدر نختار الكروم درايفر، نقدر نحط دوت سيت اب. بس هذا الاشي المطلوب منكم انكم تسووه، فيش داعي لا تحطوا باث ولا تتعاملوا مع باث. هاي الشغله راح تفيدنا لقدام لما نيجي نعمل شير للكود تاعنا لناس ثانيين، انت بتكون حاط الباث لللابتوب تاعك، فاذا الشخص واحد ثاني بده يعمل رن للكود تاعك معناها بده يروح ينزل الكروم درايفر ويعدل الباث. فبهاي الحالة فيش داعي لا يعدل باث ولا يعمل اي اشي، لانه مش حاطين احنا هارد كودد الباث تاعنا، احنا عن طريق الويب درايفر حكينا انه احنا بدنا نتعامل مع الدرايفر مع السيت اب. هاي هي، لما نيجي نعمل رن نشوف شو بصير. المفروض انه يفتح لنا الكروم زي كانه موجود الباث تاعنا زي ما شفتوا فتح لنا الموقع. ولو بدنا نيجي نعدل، ما اعرفش اذا نازل عندي الفايرفوكس انا، بس خلينا نتاكد. لو نيجي نحط فايرفوكس دوت سيت اب، فهيك بكبسه واحده او بفاليو واحده. بس لازم نغير هون كمان، هون احنا عارفين الكروم درايفر، نحط فايرفوكس درايفر، نعمل له امبورت change to firefox driver، عملنا له import. لما نعمل run بدنا نازل عندي الفايرفوكس، المفروض انه يفتح ويعمل التست عليه عادي طبيعي. عم بدور على الفايرفوكس، anyway شكل الفايرفوكس عندي مش نازل. فبس الهدف من هذا الفيديو انه لا والله نازل، هي فتحه زي ما شفتوا فتح الفايرفوكس. فاحنا فعليا ما رحت ولا عدلت الباث تاع الفايرفوكس
الدرايفر تاعنا وحطيته. فعن طريق الويب درايفر مانجر نقدر نحدد شو نوع البراوزر اللي نستخدمه. لازم نحط دوت سيت اب، فبهاي الحاله هو لحاله بتكفل بروح على الموقع. انت شفتوا ليش اخذ وقت هون؟ لانه راح نزل الدرايفر المناسب، بعدين هو حط الاشياء هاي كلياتها وعمل السيت للباث تاعنا. احنا بس علينا انه نعمل نحدد شو نوع بالكود تاعنا هو الويب درايفر اللي نستخدمه، هل هو فايرفوكس، هل هو كروم، هل هو الشغلات الثانية. فببساطة بدل ما نحط الباث من اليوم وطالع، استخدموا الويب درايفر مانجر، راح يسهل عليكم حياتكم. ولا قدام بالفريم ورك راح نستخدمها ونشوف كيف نقدر نشغل الكود تاعنا على اكثر من براوزر، سواء كان من باراليل او على اكثر من ماشين، او راح نشوف هاي الشغلات كلها لقدام. بس حبيت احكي لكم عن هذا الموضوع، فحطوه ببالكم واستخدموه احسن ما ضلكم تحطوا الباث، لانه حكينا احنا ما بدنا نعمل هارد كود لاي شيء من اليوم وطالع. هذا الفيديو تاع اليوم، يعطيكم الف عافية.